على قاعة الشهيد الثلايا في كلية الآداب بجامعة تعز، ومن قسم الإعلام الذي نظم ندوة فكرية حول الإمامة القديمة الجديدة في اليمن، تعرية من وحي كتاب الجريمة المركبة. هذه الندوة التي تأتي ضمن الحراك الشبابي في مدينة تعز، والذي يهدف إلى نشر الوعي بمختلف القضايا الفكرية والثقافية والاجتماعية، وهي موضوع على درجة كبيرة من الأهمية في الوقت الذي تسعى الميليشيات الظلامية الإمامية إلى تكريس التجهيل ومحاربة التعليم بكافة أنواعه. ناقشت الندوة 4 أوراق بحثية في إطار عنصرية المشروع السلالي ودور ثورة 26 سبتمبر في دحضه، وأساليب التجويع والإبادة الثقافية ووجهها القديم والحديث وجرائم الحوثي في القانون الإنساني. تأتي هذه الندوة على غرار اللقاء التشاوري للشباب في محافظة تعز لتعرية الجرائم الحوثية التي يرتكبها ضد اليمنيين. قدمت في هذه الفعالية ورقة بعنوان الإبادة الثقافية وحوثنة المجتمع، بيّنت من خلالها كيف تمارس الجماعة عنصريتها في الإبادة الثقافية تجاه اليمنيين. الميليشيات الحوثية تحاول إعادة الإمامة، ولكن بنسخة مركبة، تحاول إعادة الإمامة بثوب يحيى حميد الدين، وأيضا بثوب إيراني، بثوب سلالي فارسي. ولذلك اليمن يشهد في هذه المرحلة جريمة بكل ما تحمل المعنى أو الكلمة من معنى، جريمة سياسية وجريمة اقتصادية وجريمة ثقافية. نحن أمام تجريف شامل للإنسان اليمني، للمجتمع اليمني، للدولة اليمنية، وبالتالي لابد من استعادة اليمنيين هويتهم، ولابد من إسقاط هذا المشروع السلالي. وخلصت الندوة التي حضرها عدد من النخبة والمثقفين والأكاديميين عن العديد من المداخلات والتوصيات التي نوهت إلى الخطر العنصري للسلالة الطائفية والتي ارتكبت جرائم عديدة في حق الإنسان اليمني، منها حصار هذه المدينة. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز.